هيكون مين يعني اللي من أهل بيتك وخطف الواد يا جعفر؟ معرفش. أنا بقى عارفة، هو واحد ما فيش غيره اللي ممكن يكون عمل كده. بس يا سرايا، لا مش هسكت. ده ابني، ابني اللي قلبي محروق عليه كده كتير 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 اللي بيتعامل فيا ده، وانتوا مفيش ولا حد فيكم حاسس بيا. اسكت يا سرايا. لا مش هسكت. هو سيد مفيش غيره. بس يا سرايا، هو سيد اللي بيغير منك وعلى طول باصص لك في حياتك طول عمره. بس يا سرايا، لا مش هسكت يا حاجه. هو سيد مفيش غيره. سرايا، قسما بالله العظيم يا سرايا، لو قلت كلمة تانية على سيد أخويا أكون رامي عليك يمين الطلاق. استهدى بالله يا جعفر، يمين طلاق إيه بس يا أخويا؟ استهدى بالله يا حاجة، ما هي بردك معذورة وإحنا بردك مش جديدة علينا اللي هي فيه. وبعدين يا جعفر، مين بلال شما ده اللي هنسمع كلامه؟ ده قتل ولا خطف ولا ما نعرفش عمل إيه؟ بقولك مين قال لك الكلام ده عشان يقعدنا القعدة دي قدام بعض؟ أنا عايزة ابني يا حاج، عايزة عبدك أواد يا جعفر. أنا مش عارفة أعيش كده، مش عارفة. لو الواد عايش رجعهولي، ولو ميت وريني فين قبره. والله العظيم يا سرايا، أنا مالي دعوة بموضوع ابنك ده. أيوة أنا ربنا حرمني من الخلفة، بس أنا أكتر واحد نفسه اسم العمدة يفضل لحد يوم القيامة، وربنا أراد إنه يتمد من جعفر. أو من هاجي واخطف ابن أخويا؟ أنت معذورة يا سرايا عشان طلعت في الدنيا من غير أخ صغير. أنا هقول لك على عمرك ما حسيتي بيه لما يبقى ليك أخ أصغر منك. أخوك الصغير ده بيبقى أول عتبة ليك في الدنيا عشان تعرف يعني إيه أب. صح يا جعفر، أخوك الصغير ده بيبقى ابنك اللي خلفته بدري، والزرع لأبويا الله يرحمه زرعها في قلوبنا يا إسرائيل، لا فيها كره ولا أذية. اقفل على الموضوع يا سيد، خلاص